أرمينيا اليوم وأمنيات المغتربين بقلم آرا سوفاليان. أرمينيا اليوم دولة حرة مستقلة، ولكن الآتي هو الأصعب، لأن المحافظة على الاستقلال أصعب من تحقيقه، خاصة وأن الأرمن لم ينالوا من حقوقهم إلا النذر اليسير. فقطعة المعدن التي تخرج من كور الحداد يتم تشكيلها ثم تبريدها لتأخذ شكلها النهائي. فكيف هي الحال إذا كانت قطعة المعدن هذه لم تخرج من الكور بعد؟ تركيا كدولة هي الدولة التي ورثت السلطنة العثمانية، وهي الدولة التي ورثت دولة الاتحاد والترقي، وهي عين الدولة التي ورثت الدولة الكمالية، وقد آلت إلى هذه الدولة كل بلاد الأرمن وكل سهول الجبال والأنهار والبحيرات والمزارع والغابات والقرى والبلدات والبيوت والكنائس والأديرة والأسواق والورشات والمصانع والمال، الحلال والثروة والأطفال وذهب النساء والنساء اللواتي تم تزويجهن قسرا من رجال قتلوا أزواجهم، فكان هذا الزواج قتل على قتل وترويع يومي، فليس هناك أصعب من أن تنام المرأة في فراش قاتل زوجها وقاتل أهلها وكل أقربائها وتتعرض للاغتصاب. انتحرت معظم تلك النساء برمي أنفسهن من أماكن عالية، أما اللواتي بقين على قيد الحياة فلقد تم اغتصابهن وأنجبن، وكانت كل واحدة منهن تقول معزية نفسها: أنا أعيش من أجل أولادي. وكان أولادها موضع سرها، يعرفون كل شيء، ويعرفون أن نصف دمهم أرمني، ويعرفون أن أمهم ذاقت عذابا لا تحتمله الجبال، وهؤلاء هم أجزاء من الذين يتجمعون في ميدان بيازيد وبأيديهم صور أجدادهم أو بالأحرى أخوالهم، ولافتات كتبت عليها أشياء غريبة لم تعرفها تركيا من قبل. وهؤلاء هم جزء من الذين يتجمعون أيضا في ساحة التقسيم وينادون بأشياء ويتحدثون عن أشياء لم يجرؤ أحد على التحدث بها من قبل. تركيا ورثت كل شيء ووضعت يدها على أملاك الغائبين، والأرمن ليسوا غائبين بل مغيبين، وعودتهم مستحيلة تحت طائلة القتل، وأموالهم تركوها مكرهين، وكذلك أرضهم وبيوتهم وسندات التمليك معهم، وتحولوا إلى شتات في سوريا والعراق والأردن ولبنان ومصر واليونان وقبرص وبولونيا وأوروبا الشرقية وفي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وبريطانيا وآخرون في أمريكا وكندا وأمريكا الجنوبية وفي أستراليا ودول أخرى. هؤلاء تركوا أراضيهم وتركوا مكرهين كل ما يتعلق بهم، والعدالة تقود إلى الاعتراف بالذي حدث، وتقود أيضا إلى عودة هذه الأملاك والأموال إلى أصحابها المغيبين قسرا، وأن يتم تعويضهم، خاصة أن جرائم الإبادة العرقية لا تنتهي بالتقادم، وتحملها الدول بالتوارث من الأجداد إلى الأولاد إلى الأحفاد، وهذا من بديهيات القانون الدولي. تركيا الحديثة ليست الدولة التي نفذت الإبادة بحق الأرمن، بل السلطنة العثمانية ودولة الاتحاد والترقي والدولة الكمالية. أما تركيا اليوم فهي الوارثة، ولكنها ورثت مالا حراما،
ومعظم الأراضي الأرمينية لا زالت ترزح تحت الاحتلال التركي والأذري، وأرتساخ لا زالت تناضل من أجل البقاء، وقطعت ولله الحمد أشواطا متقدمة، والأحلام الطورانية لا تزال تداعب مخيلة الأتراك، وهذه الأحلام لن تتحقق بدون إزالة أرمينيا عن خارطة الوجود. والحمد لله أن هذه الأشياء هي تحت مسمى الأحلام، بل أضغاث أحلام، وكانت كذلك ولا تزال. الحكومة الرشيدة في أرمينيا الحالية تعرف كل ذلك وتتوقع كل شيء، وتعرف أن الحق بجانب القوة، وتعرف أن القوة هي العلم والتعليم واحترام الإنسان، وتعرف أن الوجوه المكفهرة لأعدائنا لا تصلح لغير التسول. وهذه الخاصة كانت ولا زالت تلازمهم منذ أن تحولت أرمينيا إلى دولة حديثة متطورة، وصار الاقتراب من حدودها من المحرمات، ويحسب له ألف حساب. فالحق كان ولا يزال إلى جانب القوة، وسيبقى كذلك لطالما أن العدالة ليست في متناول الضعفاء. فالحل إذن هو الخروج من هذه الدائرة والانضمام لدائرة الأقوياء، وهذا ما حدث. أما أمنيات المغتربين الغائبين من الأرمن وبالأحرى المغيبين قسرا، فلقد مرت في طورين. الطور الأول وهو طور الإعجاب بأرمينيا الصغيرة التي نهضت كطائر العنقاء بعد أن أراد لها الأعداء أن تكون أثرا بعد عين، واستطاعت أن تقف على قدميها بثبات وقوة. فلقد كان الزائر من الأرمن الشتات ينزل في مطار يريفان الدولي، فتسبقه دموعه ويسجد مقبلا الأرض، مقبلا لأرض وطنه، وهو الإنسان الذي تعود أن يكون بلا وطن، وينفق خلال إقامته في أرمينيا كل ما معه، ويتخلص أثناء عودته من البقية الباقية من الروبلات التي لديه في المطار، مهما بلغت بأي طريقة، فيعطيها لمن يقع عليه أو يصادفه عرضا في المطار، كائنا من كان. المهم أن يكون أرمينيا، ويعود محملا بالهدايا، يعطيها للأقرباء والأصدقاء بفرح وسعادة بالغين. فلقد تم إفساح المجال لزيارة أرمينيا السوفيتية، وذهب أصغر أولاد ابن عم والدي إلى هناك مصطحبا زوجته وأولاده، وعاد وذهبنا لزيارته، وكانت على الجدار صورة معدنية مذهبة لأرمينيا الصغيرة، ونهضت زوجته وأشارت إلى اللوحة الصغيرة المذهبة وقالت لنا: هذه أرمينيا، انظروا كم هي جميلة، صغيرة جدا ولكن جميلة، انظروا إنها تشبه طائر الحمام. ووضعت السيدة شاهدة يدها اليمنى ومررتها من نقطة على الحدود، وصعدت بها إلى الأعلى، والتفت إلى جهة اليسار، وعادت إلى النقطة التي بدأت منها، وقالت: صغيرة جدا ولكن جميلة، تشبه طائر الحمام في وضع الطيران، نطلب من الله أن يحفظها ويبقيها لنا سالمة. هذه الزيارة فعلت بي الكثير، خاصة وأنني صرت أعرف الكثير بعد أن قرأت الكثير. أما اليوم فإن أمنيات المغتربين تمر من الطور الثاني، وعوامله هي الآتية: كنا نعرف أن إسهامات الأرمن وأرمينيا في الاتحاد السوفيتي السابق رفعت من أسهم الأرمن في هذه الدولة العظمى،
التي لا زالت دولة عظمى، ولكننا لم نتوقع أن يتم تحجيم أذربيجان بهذه السرعة. الإخلاص مع كل البشر عدا غلاة الأتراك يؤدي إلى نتائج طيبة، والحمد لله الذي قدر أن لا تتغير هذه الخصلة في شعبنا الأبي على الرغم مما حدث لنا في الكارثة الكبرى من العام 1915 عندما ضاع وطننا وضاع استقلالنا. واليوم يجب دعم التسلح والحصول على أكبر قدر من السلاح الاستراتيجي، حتى ولو أن هذا السلاح يعتبر غير قابل للاستخدام، ولكنه الطريق الوحيد للخطوة المنطقية القادمة، وهي استعادة أرضنا المغتصبة في أرمينيا الغربية حتى آخر شبر، وهي جل أمنيات كل الأرمن حول العالم وأرمن المغترب منهم. وعند ذلك سيفقد الميزة من يهدد شعوب المنطقة بسلاح قطع الماء، وهذا الماء يعلم الله أنه ينبع من هضبة أرمينيا وسلاح التدخل العسكري خاصة، وأن من ورث كل ملكنا لا زال يهدد ويتوعد وينكر الذي حدث لنا ويرفض مجرد تحدث عن أراضينا، والعالم كله يعرف أن هذه الأرض لنا منذ 2000 عام قبل البلاد، ومغتصبو الأرض الجدد لم يكن لهم وجود في هذه المنطقة قبل الحروب الصليبية، فلقد جاءوا على شكل قبائل همجية روعوا أهلها وشعبها وشعوب المناطق المجاورة، واختتموا حفلتهم بجريمة الإبادة الكبرى التي أدت إلى قتل 1.5 مليون أرمني و750 ألف سرياني وآشوري وكلداني وصابئي ونصف مليون أزيدي من شعوب المنطقة التي تمت ملاحقتهم حتى جبال سنجار في العراق، ومليوني يوناني أرثوذكسي ومثلهم من البلغار والرومان وأهل القرم. أرمينيا الحالية واحة من الجمال، فالعائدون من زيارة أرمينيا يقولون أنها موطن الجمال والسحر والمعاملة الكريمة الطيبة، وللسياحة موارد عظيمة، وجبل أرراد أهمها، فللأرمن طقوس مع هذا الجبل بقمتيه مزن ماسيس ماسيس الكبير وبوكر ماسيس ماسيس الصغير، حيث يقفون في مواجهة هذا الجبل من الشطر الشرقي المحرر فيغنون للجبل وينشدون الأشعار ويداعبون صخوره ولو عن بعد بآلات النفخ الدلوق والزورنا والشفيد وبطبول الرقص الدهول، ويرقصون هناك بفرح عظيم. لقد اختار الله أن يكون هذا الجبل مرسى سفينة نوح، وصار هذا الجبل للشعب الأرمني وتحول إلى رمز مقدس، وسيعود لأصحابه الأصليين مهما طال الغياب، وعند ذلك سيدعو هذا الجبل المقدس أرمن الشتات ليعودوا إلى أرمينيا الغربية التي طردوا منها غدرا وصبرا وقسرا، فشاركوا بتحريرها محققين أمنياتهم المشروعة، فتنتفي الحاجة لاستعمال مصطلح مازن يغرن المصيبة الكبرى، لينام هذا المصطلح أخيرا في طيات كتب التاريخ. آرا سوفاليان كاتب إنساني وباحث في الشأن الأرمني، دمشق 2/6/2013.